رغم حالة الخلاف التي دبت بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية حول النتائج العسكرية للعدوان الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، إلا أن واشنطن جددت التزامها بدعم تل أبيب. الخلاف الذي ظهر في الآونة الأخيرة بسبب الضغط على إدارة بايدن على واقع المجازر التي يرتكبها الاحتلال في القطاع تحت مظلة الدعم الأمريكي، مما دفع بايدن إلى تحذير نتنياهو من تداعيات فقدان التعاطف الظاهري الذي اكتسبته واشنطن بعد 7 أكتوبر. هذا الموقف أفرز مطالبة من الرئيس الأمريكي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بتغيير أعضاء في حكومته لتتمكن من التجاوب مع الاقتراح الأمريكي لمرحلة ما بعد الحرب على غزة وتسليم القطاع إلى السلطة الوطنية الفلسطينية بعد تأهيله. وبدأ مسار سياسي ينتهي نظرياً بما يسمى حل الدولتين. بايدن الذي دعا رئيس وزراء الاحتلال للدقة في تنفيذ عمليات قواته داخل غزة، كشفت تقارير أمريكية في الوقت نفسه عن إعطائه الضوء الأخضر لإسرائيل بتمديد العمليات داخل القطاع حتى القضاء بشكل كامل على الفصائل الفلسطينية وتطويع غزة لضمان عدم تكرار سيناريو 7 أكتوبر مرة أخرى، حتى مع استمرار سقوط آلاف الشهداء بين المدنيين. التوافق الأمريكي الإسرائيلي الذي ظهر مع زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان لتل أبيب يركز على تواصل العمليات العسكرية، ولكن بشكل مختلف، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتي يخشى بايدن أن تؤثر على فرصه في الاستمرار داخل البيت الأبيض، خاصة مع تراجع شعبيته بين الناخبين بسبب دعم إدارته للعدوان على غزة، وهو ما تأكد بعد تعطيلها مشروع وقف إطلاق النار في مجلس الأمن بالفيتو.